تبقاش عارفة دي بتحصل ليه، وبتتعامل معاها ان هي بتاخد النظام الدفاعي اكتر وبتحاول تبذل قصارى جهدها عشان خاطر تحمي نفسها من الافرازات المهبلية الغير طبيعية او التهابات المهبل او خلافه. طيب بتعمل ايه عشان خاطر تحمي نفسها من الموضوع ده؟ اول حاجة الست في منظورها ان ده الصح بتعمله، اول حاجة بتجيب دش مهبلي ومعطرات مهبلية وجل مش عارف ايه ومش عارف ايه السحري ومش عارف ايه الايه ومش عارف ايه ازالة الريحة ومش عارف ايه الماسك الذهبي، بتجيب حاجات كده غريبة الاطوار. المهم ان هي بتجيب الحاجة دي وبتبدأ تستخدمها وبتفتكر ان كده مش هيجيلها التهابات مهبلية، وهوبا تاني تالت التهابات مهبلية. هنروح لدكتور النساء، انا مش عارفة الالتهابات المهبلية الهباب دي بتجيلي ليه. بصوا يا جماعة، احنا عندنا ربنا سبحانه وتعالى عامل نظام دفاعي يعني من اذكى واقيم واحسن الانظمة الدفاعية اللي ممكن تحصل في الجسم في المهبل. طيب ده ازاي؟ اول حاجة يا جماعة لو بصينا على المهبل زي ما هو في الصورة هتلاقوا ان هو مقفول من فوق ومن تحت زي ما انتم شايفين كده. من فوق السيرفكس هتلاقوا بينه عنق الرحم، هتلاقوا من فوق الرحم، تحتيه عنق الرحم قافل وعامل بزاوية عشان خاطر ما يبقاش في اي اتصال او ما يبقاش فيه اتصال كبير بينه وبين المهبل، ومن تحت المهبل مقفول، والمهبل اصلا في العادي ما بيبقاش مفتوح، بيبقى كابس على بعضه ومقفول. ده اول نظام دفاعي معمول. تاني نظام دفاعي معمول ان ربنا سبحانه وتعالى بيخلي لك المهبل يغسل نفسه بنفسه. ده يعني ايه؟ يعني في افرازات بتنزل من فوق بتفضل تنزل على المهبل تنزل. وبصوا خلوا بالكم انا بعمل كده لان اصلا المهبل نفسه النسيج اللي مبطنه من جوه بالشكل ده معرج. التعريجة دي برضو مهم، هنعرف بعد كده ليه ليها كذا أهمية، هنبقى نفهم بعدين ممكن في أي حلقة تانية من سلسلة أو أي وقت تاني وظيفتها إيه، مش موضوعنا دلوقتي. وكمان النسيج ده سبحان الله مفهوش ولا جرح صغير، يعني عشان خاطر مفيش أي بكتيريا تقدر تخش منه. كمان المهبل ده البيئة بتاعته حمضية. عارفين لما بيقولولك في بغض النظر عن ده صح ولا غلط، يقولك عصور الليمون على الحاجة عشان تقتل البكتيريا اللي فيها. هما ليه بيقولوا عصور الليمون؟ يعني بغض النظر مش كلها هتموت، لأن الليمون برضو مش بالقوة الكافية ان هو يقتل كل انواع البكتيريا، بس ليه بيقولك عصير الليمون؟ لان الليمون حمضي، المهبل حمضي، فحضرتك لو حصل اي حاجة برضو المهبل ايه؟ حمضي. كمان في حاجة اسمها البكتيريا الفلورا. ايه البكتيريا الفلورا او البكتيريا الصديقة؟ عارفين ايام الفصول والمدارس زمان كنت تيجي لما تبقوا قاعدة في الفصل تعادي حد جنبك في الديسك عشان خاطر في طالبة رخمة احنا في الفصل كلنا مش عايزينها تقعد جنبنا، بترخم علينا بقى باي شكل من الاشكال، فاحنا بنملى المكان اللي جنبنا في الديسك عشان خاطر محدش يقعد جنبنا. ده نفس الموضوع، المهبل فيه بكتيريا فلورا صديقة بتملى المكان بتاع المهبل عشان ما فيهيش حد تاني يقعد، والبكتيريا دي الحقيقة بتحمي المهبل من ان هو يحصل له اي حاجة اللي احنا برضو بنأذيها. هنتكلم دلوقتي احنا بنعمل ايه في البلاوي، الميكانيزمات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيعملها كلها عشان خاطر يحمينا، احنا بنبوظها كلها وبنعمل حاجات تانية تبوظ اكتر واحدة واحدة. شايفين الميكانيزمات الجميلة دي كلها؟ شايفين اسلوب الحماية الجميل والكبير ده كله؟ اللي يبوظ اسلوب الحماية ده بقى تدخلنا احنا عن طريق الغلط. اول حاجة بنعملها غلط ان احنا اصلا بنخش جوه المهبل. انت ليه يا ماما تدخلي صوابعك او تدخلي حاجة او تغسلي من جوه او تدخلي الدش توجهيه من جوه؟ لو انت غسلتيه من جوه، اول حاجة احنا بندخل البكتيريا والبلاوي اللي واقفة بره بندخلها جوه. تاني حاجة البكتيريا والبلاوي دي بتبقى جاية منين؟ اول حاجة حضرتك جنب فتحة الشرج اللي هي اصلا الجي اي تي ده او المسار بتاع المعوي ده والبراز ده مصدر يعني قوي جدا للبكتيريا زي ما بيقولوا. بكتيريا بقى وحاجات تانية كتير يعني ايه زي ما تشوفي بقى. تالت حاجة بتحصل غلط ان احنا بنستعمل بقى حاجات تانية كيميكلز. زي ايه الكيميكلز دي؟ زي المعطرات والدش والحاجات اللي هي كتير. يا جماعه الدش ده مش روتين، يعني انا بلاقي ناس كمان على الانستجرام وحاجات بلاقي كده ده الدش اللي انا بستعمله، دش مهبلي خطير هيخليك تحسيش باي حاجه، هيخلي ريحه المهبل تحفه. ريحه المهبل ايه اللي تحفه يا ماما؟ ده يعني انت ده مش صابون عايزاه بريحه الورد او بريحه المسك او ريحه، لا يا ماما ده مش كده. المهبل بتاع حضرتك ده مكان مقفول ومحمي. دي الكيميكالز. الكيميكالز دي بتعمل ايه؟ اول حاجه بتغير البي اتش. عارفين البيئه الحمضيه بتاعت الليمون اللي احنا اتكلمنا عنها من شويه؟ بتغيرها لك. وما نروحش بقى نروح حاطين ليمون، اوعى. كيمياء جسمك ربنا سبحانه وتعالى عاملها لك بالملي. بالملي ايه؟ بالمايكرو. يا جماعه يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني قادر يحمي الموضوع ده، انا هقول لكم ازاي تحافظوا على منظومه الحمايه اللي ربنا سبحانه وتعالى عاملها. ما تقربوش منها من جوه بقى. برضو ساعات بنعمل حاجه غلط، التنظيف بالمناديل بعد الحمام، بنلبس حاجات غلط، بنستعمل الفوطه الصحيه بشكل مش صحي، العلاقات الجنسيه اللي بره اطار الزواج، الحاجات دي كلها واحده واحده بس كده، ما تاخدنيش في دوكه ونتكلم عن نقطه نقطه. اول حاجه يا دكتور، ايه الحاجه اللي انا اقدر احافظ بيها على المهبل من غير ما يحصل عدوى
ومن غير ما استعمل الكيميكلز الضاره اللي حضرتك بتقول عليها. نبدا نعمل ايه بقى؟ اول حاجه هنعملها ان احنا هنجيب ميه دافيه نغسل من بره بس، نغسل من بره بس، هنمشي الميه دي من بره بس، ما نحاولش ندخل جوه بقى حاجه ولا نخش نغسل من جوه، نغسل من بره بميه دافيه بس. حتى لو ما استحمناش يومها يفضل طبعا ان احنا نستحمى عشان الهايجين بتاعت الجسم كله، بس لو انت مش عايزه تستحمي هتغسلي برده بميه دافيه. تاني حاجه هنعملها هي اننا لما نيجي نتشطف بعد الحمام ان احنا ما نحاولش نجيب المنديل من تحت نطلع لفوق، ما تجيبيش البكتيريا اللي تحت على الشرج وتروحي واخدها كده ما شاء الله عليكي وتروحي مطلعها على المهبل. انت كده ما تشطفتيش، انت كده اذيتي المهبل اذيه مش هيسامحك عليها. هنيجي ننشف بعد الحمام، هاخدها من هنا من قدام حلو لورا ونروح رامين البتاع. ما نجيش برده بقى نفس الدماغ الجميله دي ان احنا من قدام لورا حلو ونروحوا جايبينه تاني من قدام لورا. ما شاء الله عليكي ما شاء الله. الحاجات بقى عادات بقى، دي بقى عادات زياده مصايب بنعملها. اول حاجه يا ست الكل، الميه الكتير مع الافرازات مع الحاجات دي كلها لو احنا ما نضفناش من بره بالميه اللي احنا قلنا عليها مره يوميا، ولو في بوليستر بقى لابسه اندروير او حاجه بوليستر او اللي هي الحاجات الالياف الصناعيه، تتراكم بتتراكم بتتراكم، هي تبقى بيئه كويسه جدا للبكتيريا وبالتالي البكتيريا بتتوحش بتزيد قوتها بتبدا ممكن تقدر تخش المهبل، خاصة لو احنا كسرنا الحماية بالطريقة اللي احنا قلنا عليها. احيانا ان هي بيبقى فيه سيدات حتى يعني بيجوا من المصايف ببناتهم الصغيرين، احنا دايما برضو عندنا مشكلة اللي احنا رابطين الالتهابات المهبلية او المشاكل المهبلية دايما بالعلاقات الجنسية، فعشان كده فيه مصايب، والبنات كمان بتخافش تروح عيادة النساء فتبقى مصايب. فتلاقي الست اول ما رجعوا من المصيف البنت بقى يظهر عندها التهابات، فالست تفضل تقول في ايه اللي حصل، وتفضل تقلق وتشك ببنتها وبنتها هي اصلا تخاف منها ومن نظراتها. لا، الموضوع كله اللي حضرتك جبت لها مايو بوليستر ضيق ما خليتهاش تقلعه الاسبوع كامل، فتخيلي بقى البنت انت كاتمه عندها الفتحه المهبل لمده اسبوع بمايو مخلياها يعني الناس حفظتها بيه خلاص، حتى غير عشان الصور يعني عشان غير. لا، انت ملبسه البنت المايو مش هتقلعيه خلاص، وتبرقي لها كده لو كلمتك قالت لك ماما عيب، تاخد التبريئة منين وتسكت، وتفضل البت تكتم يعني، تيجي في الاخر نلاقي فيه التهابات. ايه التهابات دي حصلت منين يا ماما؟ من الموضوع ده. احنا المفروض ان نلبسه ملابس قطنيه في الوقت اللي فيه الافرازات، بنحط فوطه صحيه عشان خاطر دي تقدر تمص الميه كلها، عشان خاطر ما نعملش اي بيئه للبكتيريا. الفوطه دي لازم تتغير باستمرار كل ما تتبل، لازم الملابس القطنيه دي تتغير مرتين في اليوم على الاقل، واسعة مش ضيقة عشان خاطر ما تكتمش الدنيا، تخلي المكان يتنفس عشان خاطر ما يطلعش حاجة اسمها انيروبس. رقم 5، اثناء الدورة الشهرية البادز تتغير 5 مرات يوميا، وكل بين باد وباد من بره تشطيف بمية دافية. نقطة كمان مهمة جدا هو الشعر من بره. في ناس كتير بتحلق او بتشيل الشعر بتاع العينه بشكل غلط او بطريقة غلط او باستخدام وسيلة غلط، وده بيؤدي الى ان يحصل التهابات. حضرتك لازم تبقي عارفة بشرتك الى حد كبير، يعني حضرتك استعملتي الموس مرة والكريمات وعملت لك التهابات، لو قررت الموضوع ثاني يبقى انت عندك مشكلة، يبقى المشكلة هتكون الحقيقة اكبر من موضوع الالتهابات ده. فاول حاجة بننصح بيها ان احنا نبعد عن عارفين الشفرات الداخلية والحتة اللي بتقرب من الشفرات، مش لازم نحلقها بالموس والكريمات والحاجات دي كلها عشان ده هيسبب لها التهابات، ممكن نقصها بمقص من بعيد وما نحاولش نقرب اي حاجة ممكن تعمل حساسية او واس للحته دي، عشان خاطر احنا مش عايزين نعمل التهاب في مدخل المهبل. نقطه اخيره بقى، طب يا دكتور حضرتك قلت ما ندخلش اي حاجه جوه، بالنسبه للعلاقه الجنسيه، بصوا يا جماعه العلاقه الجنسيه حاجه مختلفه تماما عن اللي احنا قلناه. اهم حاجه بس لازم ناخد بالنا منها كام حاجه. اول نقطه، في الوقت ده الجسم بيعمل كم ميكانيزم عشان خاطر يحمي نفسه فما تقلقيش، بالاضافه ان لازم حضرتك بعد العلاقه على طول لازم تعملي حمام بول عشان خاطر لو في اي بكتيريا اثناء العلاقه دخلت في مجرى البول نبدا نطردها بالبول، وكمان لازم نشطف نفسنا من بره بالميه كويس جدا وما تقلقيش. نقطه مهمه جدا، لازم العلاقه الجنسيه تبقى علاقه مقفوله، يعني ما يحصلش اي علاقه غير شرعيه، لان العلاقات الغير شرعيه لما بتحصل بتدخل بقى حاجات من بره وبيبقى يعني في كيمياء كده خاصه بالعلاقات الجنسيه، والعلاقات الجنسيه المتعدده اللي هو المالتيبل بارتنرز زي ما احنا بنقول عليهم دي بيحصل فيها مشاكل كتير، وقت مش وقته نتكلم عنها دلوقتي، يعني بنتكلم عنها في وقت تاني. النقطه الاخيره بقى، في سؤال الحقيقه بيتكرر فاحنا قلنا ايه نقفله. في ناس بتيجي بيبقى عندهم نوع من انواع التهابات المهبل بينزل عليهم افرازات مجبنه، فالناس بيقولوا ان في ناس تانيه بيقولوا لهم نحط زبادي جوه المهبل. سمعتوا صوتي من جوايا انا قلت ايه صح؟ مش هحط حاجه.
الزبادي فعلا لو كلناه، بس لو كلناه مش لو حطيناه في المهبل، بيبقى ليه دور كويس جدا في ان هو يمنع الافرازات المجبنة دي. مش وقته اللي احنا نتكلم عن الدور بالتحديد، بس لو احنا حطينا الزبادي جوه المهبل، فحضرتك اول حاجة بتدخلي الزبادي ده بالسكر بتاعه جوه المهبل، تاني حاجة ان السكر ده ممكن البكتيريا تتغذى عليه فتتوحش او تكتر عن حدها الطبيعي، فبرضه تبقى مؤذية. ثالث حاجة ان حضرتك بتكسري النظام الطبيعي اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه عشان يحميكي